حضرتك شمس ولا القمر؟ شو شيء؟ شمس وقمر. لا القمر هو عاصم الشمس. حلو. وجون بود رح يبرم هذا الشيء. حلو. وهلا خبر الاخبار. مسرحية شمس وقمر قصة حب ما بين فارس الغناء عاصي الحليني والممثلة البارعة نادين الراسم، ولأول مرة رح نشوف نادين على خشبة المسرح الغنائي مع أداء وغناء إلى جانب فارس الغناء عاصي الحليني. هالمسرحية بيبدأ عرضها ب 13 أذار، تفاصيل والتحضيرات مباشرة عبر سكايب مع نادين الراسم. مساء الخير نادين. مساء النور بيير، يعطيكم العافية. نادين خبرينا شوي أكثر على المود، وين موجودة حاليا؟ حاليا موجودة عن جي سي، عم نصور عم نعمل البروشيرات والبانويات أنا وعاصي جانكلود بيجاني للمسرحية. طبعا أجواء كتير حلوة، طبعا مع جانكلود دايما القصص تبقى مختلفة، يعني حسينا كأنه بعد شوي خلص لازم نبلش نطلع على الخشب، لأنه لقينا بالصور اللي أخذناهم لقينا شمس وقمر فعليا، غير النص اللي نحن قارينه، غير الشخصيات اللي نحن محضرينها، لقينا هالشخصيتين اللي حتشوفون إذا قلرات بكرة على اليونيفورس. حلو كتير. فارس غناء عاصي الحليني بعده معكم ولا فل من الفوتو سيشن؟ يعني تأخرتوا علينا، فارس الغناء عند الصبح فيديو كليب اضطر يمشي، ودجا نحن كان لنا وقت عم نحضر عم نصور. أكيد، يعطيكم ألف عافية. خبرينا نادين التحضيرات كيف عم بتكون، وكم غنية رح تغني على المسرح؟ يعني اليوم شفناك أوريدي بعمل على بمسرحية، بس أول مرة عم نشوفك بمسرح غنائي أو بميوزيكال. كم غنية رح تأدي، وهل رح يكون في ديويات ما بينك وبين عاصي؟ هذا السؤال كتير صار عم ينسأله، هل حيكون في ديو؟ هل حيكون؟ إيه أكيد في. نعم. أغاني كتير حلوين، في أغاني ثورية، في أغاني حب، في علاقتي أنا ببي يلي هو الضمير، كمان في مع جيلبير جلخ، وفي أغاني لحالي، بقى بيطلع تقريباً 8 أو 7 أو 8 أغاني. أكيد بالنسبة لي تجربة جديدة، لأول مرة بطولي على المسرح مثل ما تفضلت وقلت، حكون عم غني، حكون عم برقص، حكون عم ممثل، وما في حاجز، ما في هيدي الكاميرا اللي أنا دايماً معودة عليها، حكون دايركتلي مع الناس. وطبعاً إلى جانب فارس الغناء على طبقات أكيد يعني صعبة بالأداء والمغنى، بعتبره تحدي وخطوة جديدة، وإن شاء الله مثل كل الأشياء اللي اتكلت على الله فيهم وعلى الأساتذة اللي بيكونوا حوالي أوصل بشكل صح مثل ما وصلت بالدراما. يا ريتك بعدك معي على الخط. أنا بعدني معي. بدي أطرح عليك سؤال. أنت هاي انت معروفه بالتمثيل ولكن بتغني منيح، وعاصي معروف بالغناء بس هيئته بيمثل منيح، مين منكم عطى للثاني؟ بالمبدا هلا نحن اليوم انا وعاصي رح ناخذ ونعطي من بعد كثير، لانه انا بمطرح رح كون سند له، وهو بمطرح كمان رح يكون سند لي، لانه اليوم لما بنفوت على الاستوديو بنسجل اغاني اكيد رح اخذ منه هو، ورح يكون حدا دعم كبير لي،
وطبعا على المسرح كمان كممثل اليوم اكيد رح يكون حدا عم بعطيه كثير من جوا ورح يكون مقتنع اكثر بالدور اللي عم بيأديه. بقى بتخيل انه الاثنين رح يعطوا بعض وهيدي فرصه كثير حلوه لإلي. نادين راسي نحن بدنا نتمنى لك اكيد كل الخير ونقول لك جود لوك. فينا نحكي مع جان كلود؟ جان كلود حديك؟ جان كلود مثل العاده حامل الكاميرا. جان كلود بجاني بونسوار. تواحني. خبرنا انت عن هالفوتو سيشن كيف كانت وكيف لقيت بركة تعاون ما بين نادين وعاصي الحلين عم بيكون؟ اول شيء انا تفاجأت بهذا التعاون لانه عن جد عاصي اسم كتير كبير وتاريخ بالمسرح وبالغناء ونادين انسانة اثبتت حالها بالشيء اللي هي فيه، فكنا عم نحكي اليوم قديش هالشيء رح يعطي لنادين ورح يعطي لعاصي، ولكن الأهم قديش هالشي رح يعطي شي جديد بوقت نحن عرفت بلبنان عايشين بأجواء منا كتير حلوة. فعشت معهم الدور إذا بدك بالمسرحية وتعبتهم شوي، ركبتهم شوي، عيشتهم شوي مثل ما لازم يكون. تصوير جان كلود كان تصوير فوتو ولا كان تصوير برومو فيديو؟ نحن كان تصوير فوتو، بس بتصور رح يرجعوا يعملوا شيء من اللي نحن عم نعمله من فيديو او من زيت الاسبريت. جان كلود صورت بالكاميرا يلي لقيتها بايدك؟ ايه صورت كنت هلا عم صور. بدي اطلب منك تبرم الكاميرا وتفرجينا اكسكلوزيف بعض الصور على السريع. ما فينا نقول لك لا، بس رح نفرجيك كم شغله. ما بعرف إذا رح تيجوا تشوفوه.